انا جايه اقول لك ما تتعبش نفسك معاها اكتر من كده. اتعب نفسي مع مين؟ مريم. التقرير اهو. عمر، انا عارفه انك مقوم لها المحامي بتاعك وبتزورها في السجن والنيابه كل شويه. انت بتراقبيني بقى عشان خايفه عليك. واحده زي دي ما تستاهلش لحظه اهتمام منك. ليه؟ عشان بنت جوزي وانا عارفاها كويس، وبعدين كان عندها علاقه باكتر من شاب، وهو واحد منهم طلعت متجوزاه عرفي، والله اعلم بقى ببلاويها التانيه. ما تتكلميش عنها كده. وانت مالك محموق عليها قوي كده؟ عشان ما شفتش منها حاجه وحشه. دي بنت الراجل اللي دخلك السجن. انا واثق ان شهاب الله يرحمه وندم على اللي عمله معايا. والله اعلم بقى مين فيكم دخلني السجن.